التعديلات كانت جبارة من جميع الإداريين، من جميع اللاعبين في أرض الملعب. الحمد لله قدمنا شوط كويس الشوط الأول، الشوط الثاني أخذنا تعليمات من كابتن أحمد شبير أنه لازم الأمور، لأنه ما فيش بعد هيك مجال أنه احنا نتأخر في أي نقطة. فالحمد لله كان مجهود وافر من اللعيبة، والحمد لله برضو الجمهور هذا له دور كان كبير معنا، نحفزنا على الثلاث نقاط الحمد لله. نادي غزة رياض نادي كبير، ولكن اليوم ما كانش في مستوى الاتحاد، كان يونس كان في مستواه، والحمد لله ربنا اكرمنا وفزنا وثلاث نقاط ضفناها لرصيدنا، ثلاث نقاط غاليه. بشكر جمهور اتحاد خان يونس اللي كان موجود اليوم وبهدي هذا الفوز لنادي اتحاد خان يونس لجماهيره الكبيره. ايش عوده الروح للاتحاد؟ ان اول مباراه لعبها بروح بكل، يعني لعبنا عملنا كل شيء في المباراه، والحمد لله ربنا ما ضيعش مجهودنا. الشوط الاول ضيعنا 6 جوان تقريبا او 4 جوان، ثلاث نقاط يعني قربتنا على المنافسه في بطوله الدوري. ان شاء الله نقدر نستثمر كمان ثلاث نقاط هذه والمباراه القادمه، يعني ان احنا نكون على قدر المسؤوليه احنا واللعيبه والجماهير على اساس، وخاصه اللعيبه على اساس ان احنا نكسب المباراه القادمه ونضلنا في البوصله في المقدمه، على اساس ان احنا ان شاء الله نحافظ على المنافسه. لسه المنافسه موجوده، ما طلعتش من اي حد لسه.